أكد زعيم تيار الصدر مقتدى الصدر تجرعه السم حينما قرر خوض الانتخابات النيابية الأخيرة، فيما أمهل أتباعه مدة زمنية للسير على نهج آل الصدر أو الفرق. وبدا زعيم تيار الصدر في العراق مقتدى الصدر متشائبا غاضبا من أعوانه المقربين وما وصفه بانغماسهم في مكاسب الدنيا، فيما خلت من بينهم المحبة والتراحم وكثرت فيهم الصراعات البرلمانية والمشاكل. ووجه زعيم تيار الصدر أتباعه باستعادة وحدة الصف وإرجاع الهيبة والقوة، وقال: عليكم تطبيقها بالحرف الواحد وبكل ما تستطيعون من قوة وثبات، ولكم أن تستعينوا بمن تشاءون ممن يتحلون بحب الله وحب الشعب وبغض الدنيا وترك الشهوات، مؤكدا أن كل ذلك مختص بالتيار بعيدا عن السياسة والمال.